احنا دابا غير خصنا فيه مثلا هذيك المنطقه سوق الحظ هذيك المنطقه مع هذيك المكان. بالنسبه للتجربه ديال قاعه المواصلات عن طريق الكاميرا، هذه التجربه يجب الاشاره في بدايه الامر الى انها تضافرت فيها عده جهود الوصول هذه العمليه، بدءا من السلطات المحليه، كذلك السلطات المنتخبه، وكذلك المراكز المديريه الاداره العامه للامن الوطني. انطلقت هذه العمليه من منطقه البيضاء انفا بحكم موقعها الاستراتيجي لتشمل باقي مناطق ولايه الدار البيضاء الكبرى. منذ بدايه هذه العمليه ابانت عن نتائج جد ساره وهامه، بحيث ان بواسطه هذه الكاميرات تم التصدي لاحباط مجموعه من الجرائم، كذلك تم حد مجموعة من الظواهر المخلة بالأمن العام. الكاميرات الحدود الساعة الآن كاين 60 كاميرا اللي تتقوم بالتغطية ديال انطلاقا من منطقة البيضاء أنفا، كذلك منطقة الفيدا، منطقة عين سبع، ومنطقة عين الشق، ودائما المحاولات جادة في إطار تعميم هذه العملية على باقي مناطق ولاية الدار البيضاء الكبرى. كذلك دائما هناك جدول اللي متبعه المديريه العامه للامن الوطني بغيه تحقيق هذا المشروع، الا انه ما يمكن تسطيره هو ان هذه الكاميرات جاءت من اجل وضع خطتين اساسيتين. الخطه الاولى تدبير حركه المرور وتسيير التحكم في تسيير حركه المرور بالنسبه للشارع العام، ذلك بالاعتماد على الانتشار الجيد للشرطيين، وكذلك توجيه العناصر في الأماكن التي تعرف اختناق السير في أوقات الذروة، وكذا زجر المخالفين الخارجين عن القانون. هذا كمعطى أول. بالنسبة للمعطى الثاني هو الحد من الظواهر ديال السرقات، ظواهر السرقات، وذلك كذلك بالاعتماد على التركيز على الأماكن المشبوهة والأماكن التي يرتادها الخارجين عن القانون، وذلك بتوجيه باقي الفعاليات التي تتنتشر في الشارع العام. كاين أرقام جد مشرفة وهامة، كما قلت بأن عناصر الأمن بجميع المشارب ديالهم يعملوا الحد من الجريمة قبل وقوعها. فالآن كما قلت تم إحباط مجموعة من السرقات، وتم إحباط مجموعة من العمليات بواسطة هذه الكاميرات، بواسطة التتبع. لماذا؟ لأنها مثبتة بأماكن سوداء. دائما العمليه ديال تثبيت هذه الكاميرات باماكن اللي ترتادها عده منحرفين، كذلك فيما يخص العمليه ديال السير تنتبتوها بالنسبه للشوارع اللي تتعرف اختناق ديال السير اثناء المرور.